المخاطر التركية على كردستان سوريا والإيرانية على إقليم كردستان، الاستراتيجيات والحلول. التهديدات والهجمات التركية الإيرانية المتزامنة على جزئي كردستان هي القضية الرئيسية التي يتعلق بها مصير الكرد عموما، ولكن يبدو جليا أن الكرد لم يتمكنوا لغاية اليوم من رؤية هذه القضية بشكل استراتيجي ورؤية مصيرية، والحالة هذه تستوجب على الكرد إيجاد استراتيجية وطنية هدفها الوحيد يتجسد فيه كيف سنهزم سياسة الإبادة الجماعية وإنكار واحتلال الكرد وكردستان. خلال هذه الهجمات يلفت الإعلام الكردي الأنظار صوب كردستان سوريا، وأن الهجمات الإيرانية تحتل المركز الثاني فيها، وأن محادثات جرت بهذا الشأن بين قمة ثلاثية جمعت إيران وتركيا وقوة عظمى أخرى في طهران تموز الماضي. وبعد القمة مباشرة تم تنفيذ هجوم 20 من تموز على قرية بارخ بمنطقة حفتانين التابعة لإدارة زاخو المستقلة. هذه الشرارة كانت إشارة انطلاق هذه العملية، حيث قررت إيران وتركيا إخراج القوات الغربية وعلى وجه الخصوص الأمريكية من مناطق الشرق الأوسط، وما زالت محادثات القوى الاستعمارية مستمرة دون انقطاع. فالقوتين الإقليميتين إيران وتركيا تختبران كل منهما الأخرى وتراقب الوضع بعدها. فمن ناحية هما حلفتان في عدائهما اللدود للكرد ويعارضان التواجد الأمريكي في المنطقة، ومن ناحية أخرى تشاكك هاتان القوتان في بعضها البعض نظرا للعداء التاريخي والوجود بينهما، وتحاولان سرقة الأدوار والفرائس من بعضهما البعض. وبسبب الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان والانخراط المفاجئ لأوروبا في الحرب الأوكرانية، أصبحت الجبهة المعادية لكردستان جريئة للغاية، وقرار هاتين الدولتين هو القضاء على إقليم كردستان الذي يعد المكسب الرسمي الوحيد للكرد وتدميره. مخطئ من ظن أن هدف تركيا هو كردستان سوريا فقط، فعلى الرغم من أن تركيا لم تستحصل الإذن لإطلاق عملية كبيرة في كردستان سوريا، إلا أن لتركيا هدفان رئيسيان هنا. الهدف الأول يتجسد في تقسيم كوباني وإقليم الجزيرة، والهدف الآخر لتركيا يتمثل في فتح خط من أعلى قرية عندواري بديرك للوصول لتلعفر، أي تحقيق حلم معبر أوفاكو الحدودي، وهو بمعنى الوصول لشنغال. ولهذا تستهدف دولة تركيا خطوط الكهرباء والبنية التحتية للغاز في قريتي كوجرات وبراغي. هذه المنطقة تقع على بعد 30 كيلومترا فقط عن حقول آبار النفط في رميلان، وهناك بعض الحقول النفطية الأخرى في المناطق التي يمر بها هذا الخط. وحتى لو لم تنفذ العملية في المناطق الأخرى، فالأتراك يريدون فتح ممر هنا، أي أنهم يشيرون إلى اليمين ويضربون اليسار. فحتى لو لم تكن كوباني في الحسبان، فهم سيحاولون التوسع والوصول لشنغال. نعم، هذا هو هدف تركيا لعام 23، وهذا تحقيق لحدود الميثاق الوطني. وبهذه الطريقة سينفصل كردستان سوريا عن إقليم كردستان، كما ستفتح طريق مباشر إلى بغداد. وما كانت زيارتها كافدان لبغداد في 13 أيلول وافتتاح مطار كركوك قبل اكتماله إلا جزءا من هذا المخطط، أي بمعنى نحن الكرد نواجه مثل هذه الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى، ولا يمكننا ربطها بقضية الاستثمار الانتخابي لأكبا وفشله في السياسة الداخلية. فهذا المخطط من بنات أفكار الدولة العميقة في تركيا، وليس فقط حزب العدالة والتنمية الحاكم أكبا. أما بالنسبة لإيران فهي أشد تنظيما داخل العراق من تركيا، فبدلا من التصرف بشكل مباشر مثل تركيا، هناك قوى تعمل وكالة عنها باسم الحشد الشعبي وبغداد، ويمكنها التصرف في مناطق كحق الكورمور تحت غطاء هذه القوى الموالية لها. ولسوء حظ الكرد أن هناك قوى داخل الكرد كالاتحاد الوطني الكردستاني والبككة شركاء مع إيران، ولإيران هدفان أيضا، فإما أن تنشر الجيش العراقي بشكل مباشر على حدودها مع أقليم كردستان، أو تنشر قوتها هناك مباشرة. ولأن التحركات التركية على خط هو كرد وشكيف لولان وعلى وجه الخصوص خط برادوس تزعج إيران، وعلى الرغم من محاولة وسائل إعلام البككة وعن عمد خلق مفهوم خاطئ حول العمليات التركية على الحدود، فإن الحقيقة هي تركيا عضو في الناتو، وللناتو الحق في منح تركيا دور الدرع في مواجهة إيران. ولأن إيران تعرف هذه الحقيقة، فهي تتخذ خطوات لإحجام تركيا وتقيدها على هذا الخط الحدودي، أي
فهما متفقتان على إنهاء الوجود الكردي إداريا وسياسيا، لكنهم مختلفون في قضية تغيير الحدود. وهذا يعني أن إيران ستنفذ عملية الجنوب بشكل تمنع تركيا وتحجمها هناك. فإذا ما نفذت إيران عملية على أقليم كردستان فلن يتم تنفيذها من السليمانية، بل ستنفذها في محيط معبر حاج عمران الحدودي بدءا من خط كيلاشين وهلقرد وبرد سوريا ووصولا لهرنه. وهذه الخطوة تعني عدم السماح لتركيا بتقدم ولو خطوة واحدة على خط خنيرة الحدود مع إيران. في الجانب الآخر ستأخذ العملية وجه جبل شيخ ناصر وتشاهد من على جسر جلالة. أنها ستذهب صوب خط سيدكان وقنديل وستحمي قنديل، والحق أنه تم تسليم قمم قنديل لإيران عام 11 وفق معاهدة لإيران مع الباككا. وبالطبع لن تكون بإمكان دول الاحتلال هذه القيام بذلك دفعة واحدة بدون عراقيل وعقبات، فهناك قوى ستمنعهم من ذلك وتقف في طريقهم. ولكن ينبغي على الكرد أنفسهم أولا أخذ زمام المبادرة والوقوف بوجه تنفيذ هذا المخطط. يجب أن يكون هناك نضال قانوني ودبلوماسي أو عسكري حتى، ولكن قبل كل هذا يجب على الجبهة الكردية بناء ذاتها من جديد. ينبغي على الكرد لا يخدعوا أنفسهم بأن إيران أفضل من تركيا أو العكس، وخداع الباككا وتلاعبها في هذا المجال أمر خطير بالنسبة للكرد. فتركيا وإيران متحالفتان شريكتان في عدائهما للكرد، ومقولة مظلوم عبدي بأن إيران تعارض أي عملية تركية خطأ استراتيجي، وكذلك اعتراف بسياسة الباككا. فإيران ليست صديقة للكرد ولا تعارض أي عملية تركية ضد الكرد، بل جل ما في الأمر أنها سعيدة بممارسة تركيا ضغوطات على القوات الأمريكية في سوريا، وبالتالي إبداء حاجة الكرد إلى سوريا وإيران. فإيران قلقة فقط من توسع تركيا في المنطقة.